إذن مشاهدي ومتبعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا بالضبط بمنطقة الحي المحمدي، أحد أعرق الأحياء بمدينة الدار البيضاء، لكن للأسف السكان ديال الحي ألقاو واحد قطة أو عدد من القطط تعرضوا لعمليات ديال القتل بطريقة بشعة من أجل الشعوذة. والتفاصيل ديال هذا الحادث المؤلم غادي ناخذوه على لسان ديال ابناء الحي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله. قرب اخويا الميكرو عندك. اذا كان ممكن تعاود لنا شنو واقع عندكم هنا في الدار؟ خويا اللي واقع هنا هو كاين شي مشعوذ، ولا مشعوذ في هذا الكارتي ديال الفوارات الحي العنتاريه. ديما القطط كنلقاهم مقطعين لهم زناطتهم، كاين اللي مخيطين لها فمها، بحال هذه القطه هذه لقينا دابا تقريبا من خمسه اللي حينا في ميكا. طار وحشاك ديال الزبل. اللي حينا شديناها درنا لها الحنه، ما خلينا ما درنا لها. مسكينه هذيك الالم بحال تقول المصارم ديالها تقطعوا. يعني لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. قلتي لي قبل من هذا الشيء كنتي لقيتي شي مشاش خويا؟ اييه لقيت مشاش، كي لقيتهم طايحين في الارض كتبوع. هزيتهم ديتهم كاع عند الطبيب. وقال لي هادو راه فات فيهم فوطه، المصارم ديالهم تشربوا، من الاحسن دق لها برقتيلها في البلاصه. كيفاش كيكون الحاله ديال هذا المشاع؟ ولا اله الا الله محمد رسول الله. يعني راه قلت لي قبل التصوير، قلت لي كاين اللي مخيط لها فمها. اييه كاين اللي مخيط لها فمها، كاين اللي مخيطوا لها الفم ديالها. كنبغوا نشدوا نبغوا نحلوا لها فمها، ما كتخليناش مسكينه هربانه. داك الخوف اللي فيها هي، واش فهمتي ولا لا؟ يعني كتشوف هاد البشر اللي كيدير هادشي بالحيوان، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. وهذا الشيء مؤخرا في هذه الاسابيع؟ لا ماشي هاد الاسابيع، هادشي كنعرفونا تقريبا راه من خمس شهور وانا كنعرف هاد الشيء. ديما كنشوف هاد الحالات، انا ديما كاين اللي كيقطعوا لهم زناطتهم. هما منهم نيت هنا في اي زنيقه دخلتي لها غتلقى مش مقطعين لي زنطيط. اشنو السبب واشنو اللي باغيين يديروا بهاد الزنطيط ما عرفتش، فهمتي ولا لا؟ يعني شي حاجه هادي، وكي يعني اي حاجه باغيين يجربوها في الانسان كيجربوها في الحيوان، لانه ابكم ما كيهضرش وما كيعرفوش بان العاقبه ديال هاد الحيوان هذا راه كثار من اللي دعفك الباصه ولا شي حاجه. يعني حيوان ما كيهضرش ما كيدويش، فهمتي ولا لا؟ كتعطيه ياكل كياكل، كتعطيه ياكل مسكين باغا ياكل، انت ماك باغي تجرب فيه ديك الماده اللي باغي انت تجربها في واحد خور في خوك مسلم ولا الله مش باغي دير. وحده هي البارح مخيطين لها فمها، ها هو شداني حتى الدري هذا. تفضل اجي عندي. شنو شفتي البارح؟ شفت اخويا واحد المشاق مخيط لها فمها، وانا والدري كان معايا حيدني لها الخيط اخويا، وان شاء الله ولات بخير. ودابا مقطعه على زنطيطها، راه شفت السيده كانت واقفه معايا. شفت اخويا الظاهره كانت عندنا هنا في الوارث بزاف اخويا. الساعه ما عرفتوش شنو السبب؟ اخويا لا حول ولا قوه بالله، راه اخويا الشعوذه هنا ولات بزاف هنا في الفوارات اخويا. ديما اخويا حاجات ديالها ديال المشاه مقطعين، هذه وحده شدينا لقيناها في الطرويد الزبل محطوطه في ميكا اخويا. من الصباح وانا مضارب معاها اخويا اللي كنت كتشوفها الحنه باقا في يدي. من الخمسه وانا مضارب معاها والو، مسكينه ما بغاتش، وحتى الان دابا بقا كتركل ماتش دابا. والله توفات دابا اخويا. انا سمعتكم زين، قلت واقيلا غنبقى حتى يجيو هاد الناس هادو، حيت ضروري هاد بنادم خاصو ياخذ في الله الحق. وهذا اللي كان كيشوفني الله ياخذ فيك الحق، من دابا كنقولها لك بالمباشر الله ياخذ فيك الحق. حشومه والله حشومه، ظلموهم بزاف، حشومه ما كيعرفوش يدوروا. انت اخويا انت شتي حضرتي؟ انا شفت هاد الشهر من الخمسه، والدري مسكين خرج من الخدمه من الخمسه هو هنا. انت شو يدينا؟ كنعطيهم الماكله كنعطيهم والو، كتبان لك كتبوع. دابا حد الان كنعطيوها الحنه وسميتو في ديك الاخر الدم بديت كطلق. وبديت كتطلق الدم ديالها من راسها ومن ودنها وصافي، ما فهمتش. ومازال كنصوني ولا داك 15 داك اسعافات داكشي، كنقول لهم واحد المشاركة كتموت هذه كيصحابونا واش كنتفلاو وكيقطعوا علينا. دابا انتم كتقولوا بان شي مراه كدوز. قال شي مراه عندنا هنايا في الفوارات، عندها طونوبيل، قال لك كتجيب المشاش وكتحطهم هنا ميتين، كتقطع لهم الدياله ديالهم وتخيط لهم فمهم وكتحط فيهم التصاور كاع. ومره ملي كيكونوا المشاش محطوطين هنايا كيكونوا المشاش محطوطين هنايا، كتجي كتحط لهم شويه حليب فيه شي لعيبه، فهمتي؟ هما كيصحابوش ماكله، كيجيو كيشربوه وكيموتوا مساكن هنايا. حشومه هادشي راه عيب، راه عيب وعار. الله يلا حشومه، الله ياخذ فيك الحق. راه لقى الفم ديالها مخيط وحل الفم ديالها ومقطعين لها تابعها، مقطعين لها الدياله ديالها. دابا كدور في هاد الفوارات هادي كتلقى اكثرين ديال المشاش مقطع لهم الدياله ديالهم ومحروقين من الدياله ديالهم مقطوعه، ما فهمناش علاش بغاو يوصلوا الله اعلم.